اخرجوا من هاي القاعة واذهبوا إلى المجتمع وابحثوا عن خبرة وعن كفاءة وعززوها بالشهادة الجامعية. لمن لا يمتلك الشهادة ممكن أن يكون مبدعاً. يعني عندنا مثلاً الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. لأنه مجتمعنا ما يتقبل شخص بدون شهادة، كون واقعيين. هل ترى أن الشهادة الجامعية مهمة في وقتنا الحاضر؟ العلبة حاجة والشهادة حاجة تانية. أنا تخرجت بال 2011 وتفاجأت بالواقع. العلم رسالة الله سبحانه وتعالى، احذروا من هذا الأمر. إحنا صار عندنا تكدس بالشهادات نتيجة نظرة خاطئة اجتماعية. إحنا لسنا ضد التعليم. أنت قلت دلوقتي، قلت لهم اتعلموا حاجة واشتغلوا حاجة تانية. ما دعيت لي هذا الشيء، أنا قلت لهم الشباب شاهدين. يعني هو أنا شايف الحقيقة في شكل مشكلة التناقض لا ما يصحش تقيم رأي الناس. تدخل حرفة نجار ولكن تطلع نجار وحامل شهادة دبلوم في النجارة. لماذا أنت تدعو إلى عدم الحصول على شهادة وأنت حصلت على شهادتين؟ ليس الشهادة هي عنوان. تمام. الشهادة هي تحصيل. تمام. تحصيل ثقافة. العلم لا يعني الشهادة، العلم عندنا شغف. ليست المشكلة في الشهادة وليست المشكلة في العلم. في المجتمع المصري ما نحتاج فلاحين، سواق سيارات، نجارين. إذا كنت تبحث عن العلمية والمهنية، حاول أن تبحث عن شيء أنت تحبه، لا تختاره لك الانسيابية الثانوية أو الجامعية. خش تخصص وخذ شهادة أنت حبيبها. تخرجنا في السنة الرابعة ونحن 35 طالب، والله ما أحد عمل في اختصاصه. شباب، الحياة أهم من الجامعة. الشهادة مهمة على المستوى البيئي والمجتمعي، مهمة في عالمنا العربي. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. أنا مع العلم، أنا مع الشهادة، أنا مع لا تضعون الشهادة غاية، ضعوها وسيلة. بشكركم جدا. كلام كبير يأتيكم بالأوقات التالية.